بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الأبواب والفصول في موضوع واحد، وذلك ليسهل على طالب العلم أن يذاكرها وأن يلم بها وأن يستفيد من فوائدها. والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، لابد من العقد، عقد الزوجية الصحيح. وحينما نقول الصحيح لأجل أن نستبعد الفاسد، وحينما نقول الصحيح أيضا لنستبعد الباطل، لأن هناك نكاح صحيح ونكاح باطل ونكاح فاسد. الصحيح هو الذي اجتمعت فيه الشروط والأركان، والشروط ثلاثة، والشروط أربعة، والأركان ثلاثة. والفاسد ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه. نقول الأركان أيها الأحباب هي ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. قد يكون هناك مانع بالزوج، إذا كان عنده أربع زوجات ويريد يجيب خمسة نقول لا. قد يكون هناك مانع بالزوج إذا كان عنده ثلاث زوجات ويريد أن يأخذ رابعة هي عمة لإحداهن أو خالة وما أشبه ذلك، فالزوج هنا مانع، لابد أن يتخلص من هذا المانع ثم يأتي بالرابعة. الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب. الإيجاب يكون ممن؟ يكون من الولي وليس من الزوجة. فالمرأة لا تزوج نفسها، ولا تزوج ابنتها، ولا تزوج قريبتها، وإنما الذي يزوج هو الولي. يقول أحد الإخوان إذا كان ما في ولي نقول لا، الولي موجود وهو الحاكم الشرعي. إذا لم يكن لها أب أو أخ أو أحد من أقاربها على حسب الولاية الشرعية فتذهب إلى القاضي، والقاضي يتولى عقد النكاح، فالحاكم هو ولي من لا ولي له. أما لو زوجت نفسها فالمرأة ضعيفة، وقد تنقاد وراء كثير من الأمور التي يكون فيه سبب أو تكون سببا لشقائها وتعاستها وعدم راحتها وهي لا تدري. لكن إذا كان هناك رجل وقام بإجراء العقد لها فهو يضمن لها الحقوق، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. نقول أيها الأحباب، الأركان ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول، والشروط أربعة: التعيين، ابنتي ليلى، ابنتي فاطمة أحددها، والرضا، لا يمكن أن تزوج المرأة وهي كارهة. فجاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام
وقالت يا رسول الله إن ابني إن زوج أبي أراد أن يزوجني على ابن أخيه ليرفع بي خصيصته، فقال وأنا غير راضية. فقال عليه الصلاة والسلام الأمر إليك. قالت لا، إذن رضيت ما رضيه أبي، يعني لا بد من الرضا. الثالث كما قلنا الولي، لا بد من الولي. والرابع الشهادة، لنفرق بينه وبين السفاح، لنفرق بينه وبين العقد الذي لا أصل له ولا يقر في الشريعة الإسلامية. ثم ذكرنا شروط، يعني قد تكون صحيحة إذا اشترطت المرأة قالت لا أنا ما عندي مانع بس ما أريد أروح عن مكة، أنا ما عندي مانع لكن بستمر في الدراسة، أنا ما عندي مانع بس أستمر في الوظيفة، هذا شرط فيه مصلحة، فإذا قالته لزم اتباعه إذا رضي به الزوج، وإلا لا يتم العقد. وهناك شرط باطل والعقد يكون باطل أيضا فاسد لا يصح. إذا زوج أحدهم ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وهذا يسمى بنكاح الصغار، وقد حرمه الشرع، لأن المرأة ليست سلعة تكون بدلا عن يعني مهر أخرى أو بدلا عن زوجة أخرى، وإنما لها رأيها واختيارها. ثم أكملنا الشروط أيها الأحباب، وذكرنا أيضا عيوب في الرجل وعيوب في المرأة. فإذا وجد العيب في الرجل فالمرأة لها الخيار أن تطلب الفسخ، وإذا وجد العيب في المرأة فالرجل له الخيار أن يفسخ وأن يأخذ مهره. عيوب المرأة وهي تكون تحت الثياب، الرتق والقرن والعفل إلى آخره. وعيوب الرجل أن يكون مجبوبا أو أن يكون عنينا، فإذا وجدت المرأة ذلك لا ترتاح لهذا، فالأمر إليها ترفع يعني إما إذا رغبت في البقاء أو رغبت في الفسخ فترجع إلى القضاء، والقضاء ينصفها لأنه ورد لا ضرر ولا ضرار، فهذا فيه ضرر عليها. بقي علينا الآن في هذه الليلة كتاب الصداق، كتاب الصداق. وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والصداق هو المهر الذي يقدمه الزوج دليلا على رغبته في هذا الزواج، ودليلا على حرصه عليه، ودليلا على أنه يريد أن يبني بيتا مستقرا فيه الهدوء والسكينة وراحة البال واطمئنان الخاطر، لأنه بذل هذا المال يريد أن تكون زوجة له، يحترمها ويقدرها ويقوم بشؤونها، وهي كذلك تقوم بواجباته، وكل منهم يراعي ما أمر الله عز وجل نحو الآخر، تكون له مطيعة، ويكون هو ملبيا لما تحتاج إليه، يدخل السرور عليها ويدخل الأنس والبهجة، ويسعيان جميعا إلى إيجاد البيت الصالح إن شاء الله الذي فيه الهدوء والاستقرار. فمثلا يعني غير النكاح الآن قد يرتبط الإنسان بطريق الحرام، لكن ليس كالنكاح، وإنما النكاح يعلن الرجل رغبته، ودليل الإعلان أنه يبذل المال. وبعدين المال هذا ليس محدد أيها الأحبة، المال قد يكون كثيرا فيتفقان عليه فيجب الالتزام به، وقد يكون قليلا فيتفقان عليه فيجب الالتزام به، وقد لا يسمى. فإذا تنازعوا هي تريد الكثير وهو يريد القليل، رجعنا إلى مهر المثل. كيف مهر المثل؟ يعني مهر خواتها، بنت عمها، بنت خالها اللي تربطهم بعلاقة، مهورهم على 5000 نقول 5000، مهورهم على 10000 نقول على 10000،
مهرول مثل كثيرا ما يكون العقد الآن فيه المهر معجل، وكثيرا ما يكون معجل، وكثيرا ما يكون بعضه معجل وبعضه مؤجل. إذا جلسوا أمامنا الآن في المحكمة نقول كم المهر؟ قالوا 10,000 مثلا، نقول مسلمة. إذا قالوا مسلمة هذا معجل، استلمت وانتهت. إذا قالوا معجلة نقول إلى متى؟ يقولون إلى رمضان، إلى بعد الحج، إلى كذا يكتب. إذا قالوا بعضها وبعضها نقول كم المدفوع الآن وكم يدفع فيما بعد لأجل أن يزول الإشكال. المهم أيها الأحباب بأن المهر لا يشترط أن يكون محد يعني مبلغا يعني كثيرا، ولا ويكفي أن يكون رمزيا وأكثر. وقد ورد حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثر النساء بركة أقلهن مؤونة. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زوجاته وفي بناته ما بين 400 إلى 500 درهم، ليس مبالغة. ولو كان يعني فيه فخر في الدنيا أو فيه فضل فيما بعد لكان أولى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ما كان يزيد عن هذا المبلغ. ورد حديث: أكثر النساء بركة أقلهن مؤونة. وجاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، يعني وهبت نفسي لك. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها. قال: هل عندك ما؟ قال: ما عندي. قال: ولو خاتما من حديد؟ خاتم من حديد كم نقول؟ يقول 5 ريال 4 ريال. فقال: لا، ولا خاتم. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تحفظ من القرآن؟ قال: نعم، أحفظ سورة كذا وكذا. فقال: زوجتك بما معك من القرآن، لأنه يعلمه. فيجوز للإنسان أن يتزوج ويجعل المهر أن يعلم زوجته درسا في اللغة العربية، أن يعلمها دروسا في التفسير، أن يعلمها علما من العلوم هي ما تعرف العروض مثلا، يلقنها العروض، يلقنها الفقه، يلقنها السنة النبوية، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا اتفقوا على ذلك وتراضوا عليه جاز أن يكون ذلك مهرا، كما سيأتينا في قصة شعيب وموسى على أن يعمل لديه مدة كذا ليرعى له الغنم وليقوم بشؤونه. ونقرأ الآن ما ذكره الكتاب على أننا المؤلف على أننا نقول بأن المهر دليل على التآلف وعلى بداية المحبة وعلى بداية الأنس، وأن الرجل أقدم على دفع المال ويريد حياة مستقرة يرتاح لها باله ويطمئن لها خاطره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد الأمين. كتاب الصداق. كتاب الصداق، قلنا شيخ صديق، قلنا يا بني الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والصداق هو المال الذي يقدمه الرجل لزوجته حينما يريد الاقتران بها، وهو غير محدد. يتفقان على القليل نقول على بركة الله، يتفقان على الكثير نقول لا يعني على بركة الله، يتفقان على الوسط نقول كذلك، لا يتفقان على شيء نقول مهر المثل، مهر المثل. ونطلب منهم عدم المغالاة، لأن المغالاة سببا في وجود العوانس، وسببا في وجود عدد من الشباب لم يتمكنوا من الزواج. فيقول هنا كتاب الصداق. كتاب الصداق نقول هو خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا كتاب الصداق. ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة مبتدأ، وكتاب الصداق خبر. أو كتاب الصداق هذا، أو اقرأ مفعول لفعل محذوف، اقرأ كتاب الصداق. ويقول فيها ابن مالك رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. تفضل.
يستحب أن يعقد النكاح بصداق. يستحب أن يعقد، لأنه إذا ما يعني ما حدد الصداق قد يكون مثلا سبب في الخلاف، يعني بعد مثلا إذا قلنا بعدين المهر ولا نحدده، يمكن هي معملة أنه بيعطيها 100,000 وهو معمل أنه بيعطيها 5,000 ولا 10، لكن إذا كتبناه لن نكتب في الوثيقة المهر كذا مسلم أو منه كذا مسلم وكذا مؤجل، فإذا حصل إيضاحه سكرت أبواب النزاع والخلاف. فيستحب هنا أن يعقد النكاح بصداق. لماذا؟ نقول تلافيا للإشكالات، لأن هي قد تقول مثلا أنا دار بذهني أنك تعطيني مثلا 50,000، هو يقول لا بدل 50 أعطيك 5، فيتنازعون. لكن إذا اتفقوا على المبلغ وحدد ما كان يعني أقفلنا طريق الإشكال وطريق الخلاف. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج ويزوج بناته، كان يتزوج النساء ويزوج البنات. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وزوج. كيف تزوج؟ تزوج فلانة وفلانة أمهات المؤمنين، وزوج فاطمة، وزوج رقية، وزوج ميمونة وأم كلثوم، وزوج زينب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج ويزوج بناته بصداق. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم، سهل بن سعد هذا أحد الصحابة الأجلاء، وكان في بداية عمره يعني كان من شباب الصحابة، ويقول حضرت الملاعنة وأنا عمري 15 سنة. حضر الملاعنة بين هلال بن أمية وزوجته حينما اتهمت بشريك بن سمحاء. فهلال يعني قال إنه حصل من كذا وكذا، هي قالت لا. فالملاعنة ثبتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرويها الصحابي الجليل سهل ابن سعد، وحضرها يعني ومر بنا قبل 10 أيام وكذا طريقتها. سهل بن سعد هذا يعتبر من الصحابة الأجلاء، وكلهم أجلاء، كل صحابة رسول الله. وتزوج 15 امرأة، تزوج 15 امرأة، ومن كرم أخلاقه وطيب سجاياه أنه كان على علاقة وثيقة بجنب الجميع، وكل النساء يكرمنه ويقدرن. يعني نجد الآن في وقتنا الحاضر رجل تزوج امرأة بعدين حصل بينهم خلاف وطلقها، هي تجدها تكلم فيه وهو إلا ما ندر، لكن لا، سهل رضي الله عنه، سهل بن سعد كان مكرما. وفي أحد المرات صار في حفلة بالمدينة عزومة، وعزم سهل رضي الله عنه، لما خرج من العزيمة إذا في 9 من مطلقاته وقفات عند الباب، 9 من مطلقاته وقفنا عند الباب، فكل واحدة من تقول كيف أنت يا أبا العباس، يعني كيف حالك؟ قال بخير والحمد لله. فهو من كرمه وطيبه ومن قوة ما بينهم من احترام وتقدير والتزام بتعاليم الإسلام حصل هذا رضي الله عن الجميع. نعم، رضي الله عنه. جاءت امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك. وهبت نفسي، تريد أن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. إذا كان لك حاجة فأنت أولى بها، وإذا ما لك حاجة زوجنيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صوب نظره إليها. فقام الرجل قال إذا ما لك بها حاجة فأنا أريدها. نعم، فقال هل عندك من شيء تصدق رأيه؟ المهر يعني ماذا تقدم لها؟ هل عندك شيء؟ قال عندي إزاري.
الإزار اللي هو لابس. قال الرسول عليه إزارك اللي لبسته هي قعد ما استفادت شيء، ولبسته هي قعدت أنت بدون إزار، ده دور غيره، إزارك ما يصلح. نعم، ما كان عنده إلا الإزار رضي الله عنه. فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك. نعم، جلست وما عندك إزار. نعم، والإزار ضروري يلبسه الإنسان. نعم، فالتمس شيئا. قال لا أجد. قال التمس ولو خاتما من حديد. ولو خاتم من حديد، يعني لو في خاتم فضة زين، لو في خاتم ذهب تلبس المرأة زين، لكن ما في ولو خاتم من حديد. والخاتم اللي من الحديد قيمته تجدها سهلة جدا. نعم، فالتمس فلم يجد شيئا. فالتمس قال والله حتى خاتم حديد ما عندي. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيئا من القرآن؟ تحفظ من السور. قال أحفظ كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام زوجتك بما معك من القرآن، يعني على منفعة، فيكون المهر، يجوز أن يكون المهر مالا ويجوز أن يكون منفعة. المال أن يعطى مثلا نقد، أو يعطى طعام، أو يعطى مثلا أثاث، أو يعطى سيارة، هذا يسمى مال. أو منفعة على أن أعمل كذا وكذا، على أن أقوم بكذا وكذا، على أن أعلم الأولاد، على أن أعلم الصبيان أو البنات. فقال عليه الصلاة والسلام زوجتك بما معك من القرآن. نعم، هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها. نعم، فقال النبي يعني صلى الله عليه وسلم معي البقرة وآلي عمران، معي آل عمران والنساء، معي النساء والمائدة، معي عمة والذاريات، حدد السور، قال هذه أحفظها. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. متفق عليه. متفق عليه، يعني هذا الحديث هو يعتبر أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. إذا قال متفق عليه يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، وما رواه الإمامان يعتبر أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. متفق عليه، حيث قال عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، يعني تعلمها الآيات هذه أو السور اللي انت عارف. نعم، ولأنه أقطع للنزاع فيه ويجوز من غير صداق. ولأنه نعم يا بني، ولأنه الضمير يعود إلى أي شيء؟ الصداق. تسمية الصداق أقطع للنزاع. إذا ما سمي تقول يا أخي تعال أنا كنت أتوقع أنك تبي تعطيني 50,000، هو يقول له وين أعطيت 50,000؟ أعطيت 5، فيكون في نزاع. لكن إذا سمي خلاص سمينا، قلنا 5,000، 10,000، 20,000، أكثر أقل. فلأنه أي التسمية أقطع، يعني تبتر طريق النزاع وتسكره. نعم، ويجوز من غير صداق لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يجوز. نعم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. نعم، فأثبت الطلاق مع عدم الفرض. ما فرض، لكن إذا طالبت بشيء تعطى المهر، تعطى المثل إذا طالبت. نعم، ولا النكاح صحيح. نعم، ولأن القصد بالنكاح الوصلة والوصلة والاستمتاع والتآلف والتآخي وعمارة البيوت ووجود الذرية الصالحة وكثرة المسلمين، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم، وهو حاصل بغير صداق. فصل، ويجوز أن يكون الصداق قليلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد، يجوز أن يكون قليلا ولو. حدثني أحد الإخوان يقول كان في بلد
وأراد يعود إلى البلاد إلى المملكة ورغب في الزواج وهو يريد السفر. يقول لك ما كان معه ولا ريال، صرف الفلوس وانتهى. يقول ولا معي جهاز تسجيل، جهاز تسجيل عمره يعني قيمته 15 ريال. يقول قلت والله يا بنت الحلال ما عندي إلا هذا. قالت أرضى به، فعقدوا عليه، عقدوا على الجهاز هذا قيمته 15 ريال. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. ولو خاتما، خاتم الحديد ما له قيمته بسيطة. نعم. ولأنه بدل منفعتها فكان تقديره إليها، بدل منفعة، لأن المرأة اللي تستفيد منه فهي التي تقدر، وإذا رضيت باليسير قلنا على بركة الله. نعم. كأجرتها، ويجوز أن يكون كأجرتها. كأجرتها شيخ بكاش، إيش معناها يا بني؟ لا كأجرتها بعبارة كأجرتها، كأجرتها وشلون يعني؟ يعني مثلا أنا جبت عاملة لكونها تعمل، يعني جبت عاملة الناس يدفعون للعامل 1000 ريال. أنا قلت والله ما عندي 1000، فبعطيك 100. قالت ما يخالف، توكلنا على الله. هل نقول ما يجوز؟ لا، ما دام ترضيت خلاص. كأجرتها، فإذا رضيت باليسير قلنا على بركة الله. كذا شيخ علي؟ نعم. كأجرتها يجوز أن يكون كثيرا، لقوله تعالى: يجوز أن يكون كثيرا، يعني أصدقها بساتين، أصدقها عماير، أصدقها أبراج في العزيزية، يجوز إذا طابت نفسه ووهبها فهي كريمة بنت كرام، وإذا تنازلت فهو أيضا زوجها ويستحق منها كل تقدير واحترام. نعم. لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. قنطارا مبلغ كبير. نعم. فلا تأخذوا منه شيئا. ما إذا طلق الإنسان أو ما طلق، إذا أعطاها المهر ما من حقه يأخذ منه شيء إلا إذا هي بنفسها تنازلت عنه وأهدته له. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إذا كان بطوعها واختيارها ورغبتها جزاها الله خيرا. نعم. ولا تستحب الزيادة على 500 درهم. ولا تستحب الزيادة، لماذا يا شيخ تركي؟ لأن صداق الرسول، لأن صداق النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أكثر من 500. وفي الحديث لو كان يعني مفخرة في الدنيا أو له كذا في الآخرة لكان رسول الله أولى، فما نزيد على 500 درهم. نعم. لأن صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، بدليل ما روى أبو سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: 12 أوقية. وش ونش ونش ونش, ونش يعني شيء من الأوقية، يعني مثل ما نقول ربع نص. نعم. عملة. فقلت: وما نش؟ قالت: نصف أوقية. رواه مسلم وأبو داود. ولأنه إذا كثر أجحف ودعا إلى المقت. وإذا كثر الآن تجد بعض الناس يعني دائما نقول لهم عند العقد يعني يحاولوا قدر المستطاع التخفيف، لأنهم قد يضغطون على الزوج ويطلبون من شيء يروح يقترض، إذا اقترض قد يكون أيضا ربا وهذا حرام ولا يجوز، أو إذا استلف يصعب عليه السداد. لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة. فبعض الآباء هداهم الله يقول: لا أريد ضمان لها، أريد أفرض مبالغ وأريد أنه يجيب كذا وكذا، يعني قد يعجز ويكون سببا في الفرقة والخلاف. نعم. ويستحب تخفيفه لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. رواه أحمد. فصل. وكلما جاز ثمنا في بيع أو عوضا في إجارة من دين وعين وحال ومعجل. لكن مثلا في
يقول علب خمر، نقول لا ما يجوز. شيء من اللحوم المحرمة، لحم خنزير، نقول لا ما يجوز. من مخدرات أو كذا لا، وإنما كل ما جاز عينا أو كل ما جاز بيعا وشراعا وفيه منفعة يجوز. لو قال مثلا بالبيت هذا، أو لو قال مثلا بالسيارة الفلانية، أو قال في الأرض الفلانية، وهكذا. نعم. ومنفعة معلومة من حر أو عبد، كرد عبدها من مكان معين وخدمتها في شيء معلوم، جاز أن يكون صداقا، لأن الله تعالى أخبر عن شعيب أنه قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فجعل الرعي صداقا، ولأنه عقد على المنفعة فجاز ما ذكرناه كالإجارة. فصل. وما لا يجوز، لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا لوجود عدد من الأسئلة من أحبتنا، لأجل أن نقرأها ونتناقش فيها، وباقي هذه المسائل لعلنا في يوم غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: إذا اشترطت المرأة أن لا يتزوج عليها، أو مر بنا قبل أيام إذا اشترطت أن لا يتسرى، أن لا يتسرى يعني ما يشتري سرية ولا يتزوج عليها، فهل هذا؟ نقول محل خلاف بين أهل العلم، وإذا جاءت هذه المسألة عند قاضي فيجتهد فيها. فأذكر هنا قصة في عهد الدولة الأموية. رجل من العلماء الكبار وعنده مكتبة وكتب يقرأ فيها، فزارته في أحد الأيام ابنة أخته، يعني كنه خالها، فوجدت الزوج الخال هذا في غرفة الكتب ويكتب ويسجل ويقرأ وكذا، فقالت لزوجتها: هنيئا لك، هنيئا لك يا خالة، خالي ليس عندك ضرة، وليس عندك جارية يعني أمة. قالت: الكتب اللي في الغرفة هذه أعظم علي من الضرة وأعظم من الجارية، لأنه كل وقته فيه. فإذا اشترطت ألا يعني ما عندنا الآن جارية، وإنما إذا اشترطت ألا يتزوج فالقاضي يعمل بما به براءة الذمة إن شاء الله. يقول أخ كريم، يقول: عقد الأب على ابنته على شاب يعرفه من أهل الدين والخلق، وعند إبرام العقد عقد النكاح لم تكن الفتاة موافقة، ولكن بعد ذلك بفترة شعر بعد التلاقي رغبت في الزوج، فهل يلزم الإعادة؟ نقول لا، لا يلزم، بيننا بس لأنها رضيت ما رضيه والدها، ولو أنها لم ترضى فالقاضي هو الذي يتصرف، وحكم القاضي يرفع الخلاف. يقول: هنا من عاداتنا إن الصداق يأخذه الأب، يعني والد الزوجة، كونه يصرفه على مصاريف حفل الزواج. نقول الأصل إن مصاريف حفل الزواج على الأب أو على الزوج، يعني يتفقان عليها، أما الصداق فهو للمرأة لشؤونها الخاصة، تجهز به نفسها وتشتري ما تريد من الحلي وما تريد من الملابس وما تريد من وسائل الزينة التي تظهر بها، أما الحفلات فإذا فعلها فهي على الزوج أو يتساعد هو الأب. يقول: بعض الناس عندما يكون هناك مثلا شدة حر أو شدة برد أو كذا، يقول بعض الناس نجم كذا، نقول: الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وخلق الكواكب، وهذا الكوكب من يعني في وقته وحرارته وبرودته كذا، والثاني ليس من الكوكب وحده وإنما من إرادة الله عز وجل، لأنه مر بنا قبل أيام في لو ادعت المرأة، يعني في النكاح أيضا مر بنا لو ادعت المرأة بأن الزوج عنين، فما العمل؟ نقول: نمهلها سنة، لأن بعض الناس
قد لا تتحرك همته إلا في الشتاء، والبعض الآخر في الربيع، والبعض الآخر في الصيف، والبعض الآخر في الشتاء. فإذا مضت 4 فصول ولم يحصل شيء، تدخل القضاء وعمل ما به براءة الذمة. أحد الإخوان يسأل يقول كم يساوي 400 درهم؟ نقول تساوي قرابة 120 ريال، 120 ريال. وإنما ليس يعني مطلوب بأن الإنسان يذكر هذا المبلغ، وإنما في ذلك الوقت 400 درهم، الشاة بدرهم، الشاة الواحدة بدرهم، فمعناه قيمة 400 شاة. فالقيمة النقدية للمبالغ تختلف من موسم إلى آخر، وإنما ينبغي عدم المبالغة وعدم يعني الزيادة التي ترهق الناس وتثقل على كاهلهم. يقول أحد الأحبة: ما حكم المال الذي يدفع للمرأة عند الطلاق؟ نقول المرأة عند الطلاق تستحق نفقة العدة، ونفقة العدة حسب ظرفها، إذا كانت حامل حتى تضع الحمل، وإذا كانت من ذوات الأقراء 3 حيض، وإذا كانت صغيرة أو آيسة 3 أشهر. وهناك مبلغ يدفع لها إذا كان العقد فيه مبلغ معجل ومبلغ مؤجل. فنقول كم العقد؟ قالوا 12,000 ريال. كم دفع؟ دفع 2000، والباقي كم؟ 10، إلى أقرب الأجلين. هنا نظام في مكة يقولون إلى أقرب الأجلين، أقرب الأجلين يعني إما الموت وإما الطلاق، فهذا حقها ويكون لها. وحتى لو مات الرجل يجب أن يعني غير الإرث اللي يدفع لها أن يدفع لها باقي المهر، لأنه دين في ذمته. يقول أخ كريم: أنا لما أكون في المسجد الحرام هل أرفع رأسي ولا أنظر إلى موضع السجود؟ نقول إذا كنت في الصحن، إذا كنت تركي في الصحن فأنت تنظر إلى عين الكعبة إذا كنت قريبا منها، وأما إذا كنت هنا ولا تراها فأنك تنظر إلى موضع سجودك. في جميع الأمكنة عند الصلاة ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، إلا إذا كان قريبا من الكعبة فإنه ينظر إليها إذا كان قريبا منها. الكعبة في الدور الثاني أو الثالث أو السطح، أو لما نكون في القصر في الدور 15، وهكذا. يقول أخ كريم يقول: طلقت زوجتي ثم رجعتها من غير عقد. نقول ما دامت في العدة فلا يحتاج إلى عقد، وإنما الرجعة، والرجعة تكون بالقول وبالفعل. بالقول يشهد الشيخ تركي والشيخ بكاي يقول ترى رجع زوجتي فلانة، وبالفعل أن يفعل ما يحل للرجل من أهله من تقبيل أو ضم أو غير ذلك، فهذا يعتبر رجعة ولا يحتاج إلى عقد ولا إلى مهر ولا إلى رضا منها، رضيت أو لم ترضى، وليس له مهر لأن العدة لا زالت باقية. يقول: إذا كان الإنسان في صلاته قد يكون عنده شيء من الوسوسة وقد يكون عنده شيء من التفكير، نقول أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى علاج ذلك، فإذا قال أراد الإنسان أن يكبر فهو واقف بين يدي الله عز وجل، فإذا قال الله أكبر فرفع ووضع يديه حذو منكبيه فإنها إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين مولاه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا صلاة مودع. ومعنى صلاة المودع إذا صلى الظهر يقول خلاص العصر الله أعلم أن يكون في مكان آخر، إذا صلى المغرب قال بكرة يمكن، إذا صلى العشاء، فإذا صلى صلاة مودع يستحضر السنن ويستحضر الأركان ويستحضر الشروط وينتبه لصلاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نكمل هذا في درسنا في يوم غد إن شاء الله.